اسمايل. ايه خلينا بعد مرة كمان معلش. ايوه اجين. ايوه الشيخ سعد هو شخص حلو بيجذب كل العالم يعني، بس انا بحب الشيخ سعد كشيخ سعد كمنطلق سياسي اللي هو ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بحب اتصور معه بحب اسلم عليه وبحب لما يمرق مطرح شوفه ايه، لانه بالاخير هو بالنسبه لنا زعيم. بس انا بحس حالي نقطه كتير نقطه بحر كتير صبايا بحسهم وبشوفهم انه عندهم غرام بالرئيس الشيخ سعد، يعني لدرجه انه صورهم كلها ببيوتهم بالجزدان بالساك، يعني عند رفيقتي حتى سنسيل في صورة الشيخ سعد وما بتشيله لو شو ما عملت فيها ما بتشيله. لا أنا ما لهالدرجة يعني ما وصلت لهالمرحلة، بس بحبه كتير 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 إيه، بس إنه كانجذاب للشخص كشخص جميل لا بحب الشيخ سعد كشيخ سعد. خليك معي شوي مع بسمة برمجك شوي على اليمين أوكي، ضحكتك من الميلتين أيوة هيك واحد اثنين خليك اعطيني بسمة صفني ايوه هيك ايوه هيك هيدا انت حلو. موضوع التوريث السياسي يمكن هو صار ثقافة بالعالم العربي موجودة، وبصورتها الاعم والاغلب هي صورة سلبية، بس حتى ما نكون احنا كتير يعني شموليين قد يكون لها جانب ايجابي، بس فيها من ناحية انه التوريث في جانب في امر لا يورث اللي هو الكاريزما، يعني قد يورث مال قد يورث اسم، ولكن كاريزما هيدي حقيقة ما بتجي بالتوريث. مليكا وقائدا وزعيما الفرحة عمت كل أرجاء الوطن، فراح أبناؤه يعبرون عن هذه الفرحة كل على طريقته، ففي حين راحة المسيح جمال الابتسامة بس. بالنسبة للموضوع الوراثي بالعالم الثالث هذا موضوع الوراثي هذا شيء روتيني، بس وين الفرق؟ الفرق انه وقت ما تيجي تجيب واحد تسقطه عليك يعني بإسقاط، يعني واحد عايش صار له فترة طول عمره بريت لبنان يجي فجأة من يعني بلحظة من اللحظات انه يجي يحكم، فرق ما يكون هذا الوريث يكون عنده يعني التزام ويكون عنده نضال يكون عنده يكون عايش مع هذا الشعب اللي بده يمثله، يكون على يعني على قدر من المسؤولية، يعني مع انه نحن بالمبدأ ضد فكرة الوراثة. يعني صدقني نحن يعني لولا استشهاد الولد ما نحن بالعائلة ما كان في حدا داخل بالشق السياسي، وكان الوالد ما بده انه ندخل بالسياسة لانه فعليا يعني هو كان بده انه يعني يعمل اللي يعمله للبنان ويبني هالوطن ويصير لبنان يعني الحلم اللي كان هو شايفه، وهو حلم كل لبناني، وكان حلمه انه ما حدا من العائلة يدخل بالشأن السياسي، ونحن منا عائلة يعني وانا ما جيت من باكراوند سياسي، وتأكد انه بالزمانات يعني اول ما دخلت بعالم السياسي الناس يمكن بدأ حدا يورث رفيق الحريري، بس كنت دايما اقول لحالي انه هلا كنا قاعدين عم نتفرج على اول خطاب بدي اقوله حاطين ايدهم على قلبهم انه كيف حيطلع الحكي من سعاد ولا كيف شو حيقول هلا والناس يعني الناس كان بدها حدا يورث رفيق الحريري. خلينا نعطي زفه كل الاتصال. محبوس، بحس حالي اني محبوس، بس بتعرف شو اللي يعني بخليني اكمل وبخليني يعطيني القوة عن الناس الطيبة، الناس اللي فعلا بدها تعيش بدها تبعت ولادها على المدارس بدها تبقى بالبلد بدها يكون لبنان يعني
مثل لؤلؤة الشرق الأوسط، بدها انه اولاد يعيشوا بكرامه، بدهم فرص عمل. هذا اللي يعني محبه الناس بتخليك فعليا انك تكمل، والا اذا بدك على القيادات السياسيه بيعرفوك البلد.